السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم الرغيفات العيد على حقهم وطريقهم بطريقة سهلة جدا جدا وببساطة. كيجيو مرقين ولداد بزاف بزاف، كيستحقوا أنكم تجربوهم وتحضروهم لمائدة العيد. اللي دابقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. شوف المكونات: نص كيلو او 500 غرام دقيق ابيض نوعيه جيده ما يعادل 4 الكؤوس ديال العنبه، يعني نعبروا بهذا الكاس ديال العنبه 4 الكؤوس يكونوا عامرين مزيان. كيس من خميره الحلويات بيكنج باودر ما يعادل ملعقه صغيره اي 8 غرام، ملعقه كبيره مارغرين لينه او زبده لينه بحراره الغرفه او ندوبوها، اصفر بيضه واحده، نصف كأس ماء الزهر، نصف كأس زنجلان مطحون مزيان بعد ما كنحمروه، ممكن نديرو حتى اللوز مطحون، ملعقة صغيرة من النفع أو الشمر، القليل من المسكة والمستيكة اختيارية المتوفراتش ممكن ما تضيفوهاش، دقوقة مع القليل من السكر، ملعقتين من الزيت النباتية، رشة ملح وملعقة كبيرة من الخل العادي او الابيض على حسب اللي توفر عندكم. بالنسبة لطريقة التحضير فهي بسيطة كيف قلت لكم. هذه الرغيفة فهي الرغيفة المكنسية المعروفة اللي ما يعني اي بيت كيديروها في العيد، كتجي زوينة بزاف وطلبوها مني العديد من الاخوات، فايت اللي حضرتها معكم من قبل بطريقة مختلفة. اليوم غنديرها لكم بطريقة يعني اسهل كتوجد بسرعة. كندير في الدقيق كنغربلو، كنحاولو كل المكونات نغربلوها، الزنجلان النافع ثم المسكه الحره باش ما تقطعيناش العجين من بعد، وكيس من خميره الحلويات ممكن نضيفو حتى راس ملعقه من خميره الخبز اختياريه الا بغيتو ديروها. هاد الرغيفات كيجيو مقومين. نضيف، نسيت ما ذكرتش مع المقادير، القليل من الكركم باش يعطينا اللون فقط غير اللون، ممكن نديرو زعفران الحر او زعفران شعره. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضها. نسيت ما ضفتش القبصه ديال الملح، يعني كميه قليله جدا من الملح، كنضيفوا ملعقه كبيره من الزبده او الماكاري اللينه بحاره الغرفه، وملعقتين من الزيت النباتيه، ملعقتين يكونوا كبار، نخلطوا واحد شويه بهذا الشكل بحال هكا نرملوه، ثم غادي نضيفو الخل. بالنسبه للخل كيف قلت لكم اي نوعيه عندكم، بيض او الخل العادي فاستعملوه، ملعقه كبيره كيهشش لينا العجين. نضيفو الاصفر ديال البيضه حتى هو، ثم نصف كاس ديال الماء الزهر يعني 100 مليلتر تقريبا، وغنكملو بالماء عادي او دافي واحد شويه حتى تجمع لنا العجينه، يعني الكميه على حساب الخلط. غادي نستمر نضيف شويه بشويه وانا كنجمع حتى نحصل على العجينه اللي هي رطبه شيئا ما. كنجمعوا العجين فطبعا غادي ندلكوها، لا ممكن طبعا نستعملوا العجانه او الروبو اللي كتعجنوا به حتى كتطلق في يدينا. ونقسموها، قسموها تقريبا على 6 ديال القطع وديال الكرات، يكونوا مقادين في الحجم ديالهم من الاحسن، نشكلوهم كرات ونخليوهم على جنب، ممكن ندهنوا سطح العمل بالزيت عاد نوضعوهم، ثم نغطيوهم بالبلاستيك ونخليوهم يرتاحوا مزيان على الاقل واحد 15 دقيقة حتى 30 دقيقة باش يساعدونا. كندهن سطح العمل بالزيت ونطلق كرة بالمدلك أو بيدية، من الأحسن نعاونو بالمدلك ونكملو بيدينا لخفنا أنها تقطع لنا العجين. غادي نستمر بهذا الشكل وغنطلقها على شكل مستطيل، ولا حسينا بها كتلصق نعاودو نزيدو الزيت. هذه العملية مبسطة. عادة يعني الرغيفة المكنسية ديال العيد فهي كتقطع كويرات صغيرة بزاف
وكنخليوها ترتاح، وكل كويره كتطلق بوحدها. فايت لي حضرت معكم طريقه ديال العجينه المصهده، يعني كنشكل الكره وكنطلقها بالمدلك ونصهدها، وعاد ندير فيها الحشوه اولا نجمعها هكاك وعاد نقليها. وكاين اللي ما كيصهدهاش، يعني هذيك الطريقه كانت بوحدها، يعني مباشره كنطلقوها على شكل مسمنه صغيره وتنعمروها الا بغينا بالعقده ديال اللوز. هذه الطريقه مبسطه وكنساليو بسرعه، يعني كنطلقوا كرة كاملة وكنطلقوها يعني ونقسموها بهذا الشكل. انا قسمتها على 8 كما كتلاحظوا، وكل جوز نعاود نطلقوا واحد شوية بالزيت، ضروري من الزيت واحد الكمية، ونطوي بهذا الشكل. هذه في حالة الى خليناها كما هي، حيت الرغيفة المكنسية كاين اللي كيعمرها وكاين اللي كيخلي على حسب الامكانيات ديال كل واحد وكل اسرة، فاما كتعمر اما كتبقى كما هي. كما كتلاحظوا كيفاش طويتها، واحدة أخرى نحاول نزيد نطلقها باش تجيني مرقة مزيان وما تجينيش غليظة من الداخل. كنطويها بهذا الشكل كما غتلاحظوا معايا، وباش تجيني مرقة أكثر كنعاود نجبدها ونطويها مرة أخرى بهذه الطريقة، ونعاود نطويها على 4. كنستمر كنسالي الكمية كاملة وكنعاود نطلق كرة أخرى بنفس الطريقة بالمدلك، وكنكمل بيدي إلى بغينا، وضروري ما تكونش لاصقة، ونحاولوا نرقوها. إلى خفتوا تقطع لكم كنتم مبتدئات فحتى تقسموها وعاودوا زيدوا جبدوها. هنقطع بنفس الطريقة. بالنسبة للعقدة ديال اللوز فهي يعني المعروفة اللي كنديرو، فلا بغيتو تعمروهم فبنفس الكيفية غادي تعمرهم. غنوريكم الطريقه بالضبط، حيت انا كميه غادي نخليها خاويه وكميه غادي نعمرها. كما كتلاحظوا فهي طريقه بسيطه، اما ندير لها هكاك واما نطويها مباشره بهذا الشكل حسب الرغبه. نعمرهم بالعقده، فانا عندي اللوز تقريبا 125 غرام اللي تنسلقوه ونحيدوا له القشره ونخليوه ليله كامله كينشف. غنطحنوه مع تقريبا 60 غرام او 4 المعالق ديال السكر، مبشور ديال الحامض، واحد الملعقه كبيره ديال مبشور الحامض، والزبده والزهر على حسب النوعيه ديال اللوز. دابا غادي نطحن اللوز مع السكر حتى كيطحن بشكل جيد ويرجع عقده، غنضيف له باقي المكونات. بالنسبه لقشور الحامض فكيجي زوين، انا كنت مجمداهم كيجيو زوينين في العقده. ممكن الا بغيتو ما ديروهمش، تعوضوهم بالمسكة الحرة او اللي بغيتو. نضيف ملعقة واحدة ديال الزبدة مدابة او غير هكا ماشي مشكل، ونخدمها بيدي ونشوف شحال ديال ماء الزهر غادي نضيف. الا ما احتاجيتش ما غادي نزيد، نضيف غير ملعقة كبيرة كنظن تكون كافية. صافي، مباشرة نشكل منهم كرة تكون صغيرة، ما نكبروهاش باش ما تخرج ليناش الحشو من العجين. صافي، نمشيو مباشره نكملو طريقه التحضير بالعقده بنفس الكيفيه. كنطلق وكنقطع وكنوضع، من الاحسن ما نرقوش العجينه اللي في الطرف اللي غنوضعوا عليها العقده باش في القلي ما تحل ليناش وما تخرجش اللوز ويتحرق. خفتو فطويوهم عادي على شكل مسمنه، خاص ترد تبقى لنا الحشو في الوسط ونردو عليه العجين. يعني كنتمنى تكون طريقة مفهومة لانها بسيطة وسهلة. بهذا الشكل هذا كنحاولو نقادوه وما نكتروش العقدة كي قلت لكم باش ما تغلبش على العجينة. صافي، غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نقادهم كاملين، وراه ما كياخد ليناش الوقت في التحضير، بسرعة كتوجد. وكيف قلت لكم الطرف ما نرقوش، نخليوه شوية باش ما تخرج ليناش العقده. صافي، غادي نستمر حتى نكمل العجين كامل عندي وندوزو مباشره نقليوهم. كنديروا المقله تسخن وكنحاولوا نبسطوهم واحد شويه، ماشي بزاف، وخصوصا اللي فيهم اللوز ما نبسطوهمش بزاف باش ما تقطع ليناش العجين. والاخر ما نرقوه ماشي مشكل، باش يجينا النيت رقيق ومورق احسن ويوصل ليه الطياب للداخل، ما يبقاش لينا خضر من الوسط. بالنسبه للاخوات اللي ما يبغيوش يقليو في نهارو، فممكن غتفرشوهم بحال هكا في واحد البلاطو، توضعوهم في المجمد وتخليوهم حتى يتكونجولاو، وتجمعوهم منين تبغوهم تعاودو تجبدوهم وديروهم في واحد البلاطو من جديد يدي كونجولاو، وتبداو تقليو فيهم مباشره، وانما ما تكونوش دايرين نهائيا
الخميرة صافي، غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نورقهم، ونبدأ مباشرة كنقلي فيهم. انا كنحتفظ بيهم مقليين ماشي مشكل، كنبغيهم كنجبدهم يدي كونجولا وكيكونوا مزيانين. ملي كتقلى ملي كتسخن الزيت بشكل جيد، يعني كتكون سخنت مزيان، كنوضعوا الرغيفات ديالنا يتقلاو، الزيت تكون عامرة ماشي قليلة باش يتقلاو وتوصل ليهم الزيت بهذا الشكل. هذا هادو اللي بلا لوز، وبنفس الطريقة كنقليهم يعني كاملين، كنحاول نخليهم غير واحد شوية، كنجيبو معلقة ونبداو كنوضعو الزيت من فوق منهم باش يتنفخو بهذا الشكل. هذا حدنا كنديرو الزيت وحنا كنلاحظو انهم كيتنفخو لينا. صافي غادي نستمر نفس الطريقة، غي نشوفوهم تحمرو من التحت نعاود نقلبهم يتحمروا لي من الجهة الأخرى، وكنكون مجدة العسل ديالي، العسل اللي بغيتو منزلي او اللي بغيتو يعني على حسب الرغبة ديالكم. انا نفس العسل اللي فايت اللي حضرت معاكم يعني في تحضيرات رمضان، بقى لي منه احتفظت به للرغيفة لانها ضرورية نحضروها في العيد. كيتقلاو كيتحمروا مزيان، خليهم على خاطرهم يتحمروا مزيان باش يدخل ليهم القليل داخل ما يبقاوش غدر. كنهزوهم وكنصفيوهم من الزيت وكنوضعوهم مباشره في العسل بارده، ونوضعوهم بهذا الشكل. ماشي شرط تكون قاصحه بحال اللي كنديروا في الشباكيه، تكون عاديه معليش، ونخليوهم على ما نقليو كميه اخرى من نجيو نهزوها من الزيت، نحيدو هذه ونوضعها تتقطر في كسكاس. وهذا شكلهم النهائي بعد ما قليتهم كاملين، زينتهم بالقليل من لوز ايفيلي، ممكن تزينهم بالزنجلان او لوز مهرمش. وهذا شكلهم من داخل، نحاول نقرب لكم الصوره، كيجيو مرقين، غير قليوهم بشكل جيد ورقوهم باش يتقلاو حتى من الداخل ما يجيوناش معجنين. بالنسبه اللي معمرين باللوز فهما كيجيو معلكين طبيعة الحال، لان فيهم العقده الداخل كيجيو معلكين. نوريكم واحده اللي باللوز نفس الشكل، غير هو الداخل ماشي بحال الاخرين، ملي كتعدي كتلقاي رطب بالعقده. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، كل بي طلبات طلب الاخوات اللي طلبوها مني، وكنشكركم بزاف على المتابعه، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.